له. شكل جنوبي. بدا يصبح علي الصبح، حس اني بموت. كنها معانا ولا كنها قاعد تسمعنا؟ صدقيني واحنا بالطريق رايحين الطبيب، استغفر الله عبالي انشلت. مسكينه، الله يلوم اللي يلومها. افقدت امها وابوها بليله واحده، فجاه لقت روحها ببيت جديد مع ناس يدد، مجبوره تتعامل معاهم. امي مسكينه من حاله لحاله، بس احس ان احسن لهم هم الثنتين. ثنتينهم مكسورين، وبعدين الظروف راح تجبرهم انهم يحتاجون حق بعض. اوه، الفار هني. حبيبي نام وهو ينطرني، خليني اشيل اوديه الدار. لا لا عادي خلي، ترى انا متفهم، يبي له وقت الله يتعلم. انا كنت ناويه انومه وبعدين اوديه دار. خلاص عيل، خلاني اشيله. نورة بالتام عند امي ها؟ اي اكيد، هي بالمستشفى ما رضت احد يشيلها. الله لطف فيها وستر، رزقها بابلة نورة اللي عندها حنان الدنيا كلها. شفيك؟ اخاف اقول مرة ثانية ما علي، الظروف صارت ضدنا ويصير شيء ثاني. الظهر انا مقبس على الوضع. تدري حبيبي، على كل اللي صار لنا، بس أنا وايد مرتاحة معك. كافي إنك معاي، أحلى مما تكون مسفرني أحلى شهر عسل بأحلى مكان بالدنيا. حياتي أنا ماني قادر أصدق، ماني قادر أصدق إن أنا وإنتي مقفول علينا باب.
موزة موزة نعم شنو هذا؟ حط حاجة بيني وبينك؟ اي ويعي كان قفلت الباب احسن بعد تدرين شلون؟ انا بريحك مني وبرتاح منك الفرش يسويني انا اللي اكله صباح الخير حبيبتي صباح النور يلكم صباح الخير معكم صباح النور زين قوم نفرش اسنان يلا تدري ان كيكتك كلوها كلها من حالاتها؟ تبين انا افرش لك؟ انا افرش لك بتي؟ شو اقول لك؟ لا رقاد يرقاد ولا ليل يليل لا تقلب يسار يمين يمين يسار ما صدقت اسمع علي الصبح يا فايقه خير حسا ما شار سمعتي يكلمها وين بالحجره؟ لا في الحمام اي حمام؟ فايقه انا اللي فيني مكفيني اي حمام بعد يعني حمام بيتنا تخيلي طارق اللي ما ينشم رقاده نش من عز نومه شل التليفون دش الحمام يكلمها ساعه ونص الله وكيلك وانتي وينك؟ انا وين بعد بكون يعني في الفراش يا حليلي مسوية عمري راقدة وصلت في المواصل انه ما قدر يصبر لين الصبح عشان يكلمها يصير بالحمام يكلمها شفتي عادي يا فايقة شفتي ايش قايل خذت عقله وقلبه صدق هذه خطافة الريايل خربت البيوت صدق ما تستحي على وجهها فايقة الله يخليك بعطيك التليفون هذا وشوفي لي هذا الرقم باسم المنو لانه بصراحه انا وايد تعبانه من الموضوع ومن بيني وبينك مو قادره افاتحه اخاف يطلع لي اي شيء من خياله وتبغين الصدق انا ما عندي دليل يا ولدي خلاص انت بس اهدي وان شاء الله انا بدق على ربيعتي مو مشكله بس اهدي انت فايقه ساعديني فديت روحك الله يخليك انا تعبانه ان شاء الله هلا حبيبتي ايه طلعي على طول الثالث ممر على ذيك اليسار ممر الثالث؟ ايه شوفي تراني بعد للعشرة
إذا ما وصلتي أنا اللي بيجيك. حبيبي لا تعور قلبي. يلا عاد عمري امشي بسرعة شوي. إيه أركض لك. ليش ما أستاهل؟ تستاهل أركض وأطير لك بعد. إيش تبي؟ صدقين حبيبتي. خلاص ما فيني شيء. ما شاء الله عليك. بعد بقول إيش رديتي فيه الروح. ربا حبيبتي لا تكلفين على نفسك اي شيء بس خنت رايق حبيبتي اموري قول حق ماما يلا ماما يلا ماما لا على صوتك خد تسمع يلا ماما حيل قول صوت عالي يلا ماما يلا ربا اموري يوعان بتريق يما منا هالخالد واحد شفتي يما شلون بخرب عمور علي يلا يما شرب الحليب حليب زين حقك زين اسوي لك توست وقيمر وعسل زين توست ومربى وجبن نورا ما يصير ما تاكلين يما انت بعدك صغيره زين انا اقول لك كورن فليكس وحليب يا ربي شو هذا تنسيدات في الشعب الهوائية وعيلي معك على التهاب رئوي التهاب رئوي؟ يبسط يا سيدي خايفة عليك خدي بالك منه دلعيه فرصة تدلع على مراتك على العموم احبسيه في البيت ما يخرجش لمدة يومين لو ما تحسنش على العلاج بنضطر نعمله أشعة إن شاء الله دكتور يعني احتمال يصير التهاب رئوي؟ لو ما التزمش بالعلاج ممكن على العموم جيت الصيدلية وديت بياخذها دلوقتي وحقنا الصيدليه دكتور ان شاء الله باخذ الادويه لكن الحقنه على قولتك باجلها شويه عشان تدلعني شوي حياك حياك ايش هو يا مرحبتين حيا الله فاني مشكور عمي المدرسة يا مرحبا حيا الله من ياني يا مرحبا أنا مرحبا استني والله ما قم الله طبعا عمي ايش حالك يا عمي الله عساك بخير ما تقصرين زارت لنا برتين الله يخليك بصراحة يا فاني حرجتوني أنا بطيبكم وكرمكم بصراحة وأنا أنت عارف ساعة الواحد في ساعة الغضب كل شيء يقول اسمحي لي يعني رفع عليك يا عمي نحن أهل وأنا زعل من بعض الله يعزم دارش يا فاني هي الظبية وين ما أشوفها ظبية داخل تباني أزقرها لك إذا ما عليك أمر يا فرج إن شاء الله حيا الله عمي الله يحييك يا فرج هذا شو قاطعيننا مو راضيين تبدون البيت ولا شو السالفة عمي تدري إن إحنا ما نطلع من إيزاك بس لا بس ولا شيء إذا على الدوام ترى مباشرة الدوام وإذا على الوالدة أنا بقنع ما عليك جزاك الله خير إيه نعم يا فرج ترى مهما صرتوا راضيين أنتوا ما أبي ما أبي إيش حاجة هاجيني أنا ما أدت البنطة شوفي بعد خلي يروح رد البيت ماني ردة إيش تبي برا يا بني هو يا اللي راضيك وأنت مالك غير الله وبيك الحين إذا أنا مضايقتك قولي لي إيش والله يا بنات مو مضايقني الأكل يستوي بيك وبنات وبعدين إحنا الظاهرين وأنت الدارش البيت بس خلاص عيل لا تقطن علي أكثر من كذي ما أبي أرد ما أبي أرد أين مصابتكم؟ أين ما صلت على النبي؟ وين صار؟ شو بعد قصة؟
سمع كلام بنته هذه اللي واصل لاخر الممر اتكدر وطلع وصوتهم واصل لين هني. تدرين عربية؟ تدرين انك انت ما تصحين على وجهك؟ ابوك المسكين واصل لين هني واصل يترجاك انك ترجعين البيت وانت معلي صوتك لاخر الممر، مو عيب؟ بنتش كبرت لسانك بس طويل على ابوك، ما خليتي كلمه وسخه وما قلتيها له؟ عيب ترى ربي والله عيب. ولو انه هو طردني من البيت بانصاف الليالي، لكن دخلت بيتي يعني. دخلت ليه؟ دخلت علشانك انت، علشانك انت ترجعين، لو انا بدالك بروح ابوسه على راسي واستسمح منه. وش تبيني اقول؟ ما اقول غير الله يسامحك. صارت وليت بنتي ما لها حكم علي. بس مو بحلوة تشك فيني، بعدين انت تعرف اني مش من هالنوع من البنات. انا ادري انك من هالنوع وهذا اللي عايبني فيك. هي لا تحسسني اني من هالنوع. انت تدرين انك انت غير، بس انا ابغى اعطيك هديه، بس مو في هالجو، جو ثاني احلى من كذي بوايد. واذا تحبيني ابغى اشوفك بروحنا. ما اقدر يا بنت الحلال، صبري لا تستعيلين، فكري عدل. على شو مستعيل؟ تعالي يا بابا، لا تروحين الشقة الحين، فكري على كيفك بعدين تعالي. يا ربي يا ابوي، ليت الموتر وانا داخل، قومي طفيه، البطارية بتخلص. يبا شلون طفيته؟ انا ودي بس انت الله تقفل الباب. انا بروح اطفي الليت وارجع. ما اقدر. ليش ما تقدرين؟ انت تعالي شوفي ايش قاعد ترتاحي، بسوي لي جو كذا. انا ابو ما تثقين فيني. ما ادري انت معقول ما تثقين فيني؟ ندوش هذا العنوان وتعالي فاجئيني وتعالي. مو مشكلة، أنا بضبط الموضوع، بس تقولي أوكي. ها بنتي، طفيت الليت؟ يبا الليت مو مفتوح. عيال يمكن ليت بيت الإيران من عكس على السيارة. ما أدري. يلا، أعطيكم العافية.
هذيك يا بنتي، هذا ابوك وانتي مالك غيره وهو ماله غيرك. الله يصلح بينكم ولا يفرقكم يعني، ان شاء الله ان شاء الله رحيم. هذا انا بعد سامحيني اذا ثقلت عليك او شيء. حبيبتي انتي بنتي والام ما تزعل من البنت. انا لا يحرمني منك. على وين؟ ربيع انا اسف اذا قلت لك شيء وكدرتك، ترى هذا كله عشان مصلحتك. لا عادي ولا يهمك، انت معك حق، انا اللي كنت غلطانه. على وين؟ سايره لابوها. يلا زين أنا بودج. لا ما له داعي، أنا بسير بروحي. لا أواصلك. يلا خلي هذا عندك. ان شاء الله مو عشانك. ان شاء الله. شوف الحين بتيش خالتك تشربها، توديك المطعم تختارين الوجبه اللي تبينها، وتالي بتوديك المكتبه تشترين شنطه فله، دفاتر فله، اقلام فله، وكل اللي تبينه. اوكي حبيبتي. كان يا مكان في قديم الزمان كان في ديناصور وايد كبير. شو يسوي هالديناصور؟ ياكل حيوانات. لا مو بس كذي، يهجم على الغابه ويجمع الحيوانات كلهم، اذا كان يوعان يعضهم عض، ينتفهم كلهم. والله عليك هذه قصه تقولها حق الولد. يبقى هذه قصص الصبيان عيل، قصصك انت حذاء سندريلا وحذاء سندريلا. انا شو معلمك شنو الوان الصبيان؟ اسود. وبعد شنو؟ ازرق. انت ايش لابس الحين؟ احمر. يصير الصبيان يلبسون احمر؟ لا. قول حق ماما ما ابي احمر. ما ابي احمر. خلاص اقط هدومه اللي بالكبت كلهم عشان الالوان مو عجبتكم. ربع تعالي فوق. يلا يا 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 يما. ربا واللي عافيش قضبيها من يدينها لا تهدينها، ولا شريتي لها أكل أنت وكليها لا تعتمدين عليها. إن شاء الله حاضر. يلا حبيبتي. حبيبتي تبيني؟ أنت اللي عارفك عمره ما يبي غيرك. خلاص خليها معك وأنا بروح أجيب لها كل شيء وبرجع. مشكورة ربا. يا حبيبي كاني وصلت البيت. يما ايش فيك مشتطة علي؟ كان جيت. شو جيتي؟ انت مخلتني انا بروحي هني وانت تعرفين ان اختك وريلها بيونه الحين ام
حبيبتي، ترى شيء مو غريب علينا. اوه على الحشره الزايده، سيري بدلي ثيابك وتعالي ساعديني في المطبخ. بعد عمري انت اللي جايبه حق روحك. اموله هذا بدل ما تقولين حق امك الله يعطيك العافيه. يعطيك الف عافيه، بس اعطيني خمس دقائق ابدل ثيابي ويا ساعدك. يلا عير بسرعه لا تتاخرين. ان شاء الله. ها سمعت الزفه حبيبتي؟ كله مني. شوفتك تسوى زفات العالم كله. انا لو ادري ان المرض بيخليني اشوفك كان كل يوم انا مريض. بسم الله عليك. اقول حبيبتي في شيء ممكن يزعلك مني؟ مثل شنو يعني؟ يعني انا بس ابغى اعرف حبيبتي، يعني ممكن في يوم تقررين انك ما تحاكيني؟ ايش تقول الكلام؟ لا 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 تزعلين حبيبتي، انا مريض وقاعده هلوس. لا الله يخليك لا تهلوس كذي. ان شاء الله. طارق ترى ما تخيل حياتي بدونك. وانا بعد عمري حياتي ما تخيلها دقيقه من غيرك. حبيبي خذيت الدواء؟ شفتي عاد لو انت الحين معاي كان انت اللي اعطيتيني اياه. بيدك. احبك. يلا خلنا نروح ابدل ثيابي واساعد امي قبل احصلي زفه ثانيه. يلا باي عمري. ياي ياي حقي قافل الباب. انا مو بقصدي، بس انا خفت العيال يجون هني وانا مريض، يعني بعاديهم. ايه زين ايش فيك؟ ما سالتيني حتى ايش سويت عند الدكتور؟ شو سويت؟ ماشي، قال لي اذا ما مشيت على العلاج وما اخذت الادويه بيني التهاب رئوي. تصدقين؟ لا سلامتك، ما عليك شر ان شاء الله. لازم تمشي على العلاج وتسمع كلام الطبيب. خلينا نحط كل الاحتمالات. مو بعرفة أفكر، وقف مخي خلاص. الحمد لله. الحين لنفرض أني أعرف واحدة ويحبها. يا حسرتي. يا نيتي إيش فيك؟ قاعدة أقول لك فرضا ولو إنه بعيد. وش معنى يعني حطيتي اول احتمال؟ يعني فرضا اني اعرف واحده ويحبها وتحبه وحبه تهدي هديه، معقوله تفضحها قدام الناس؟ عيل سالفه الورد. واحده سخيفه ما عندها شغل. يعني ايش معنى ريلي؟ ايش معنى طاحت على ريلي؟ من بد خلق الناس كلهم الا ريلي؟ يمي خالف، قعدي معاها، سالي، مو انت تسالين وتجاوبين. تغديت يا بنتي؟ لا يبا ما تغديت. يا ربي ما تغديت. هلا والله، هلا بنتي شيومة، هلا بولدي محمد. هلا يا عمتي. هلا أمولة قومي حبيبتي قومي، ضيفي اختك وضيفي ريل اختك. بسك من هالتليفون حبيبتي، اللي يشوفك شي يقول قاعده تغازلين. يلا يلا عاشت بنتي. يلا يلا تفضل. عاد هذه اول مره واخر مره ضيفك فيها، لان خلاص انت صرت منا وفينا.
أعطي أختك أول شيء، سلمي أختك. لا أنا بعد. تفضل. شكورة. وما يعطيني؟ خلاص ما تبي مني شيء؟ خلنا نفتح التليفون. بعد ردينا على التليفون. شيء يما، شو رايك؟ خاطري أنا وياك نشترك في نادي واحد. شو؟ الحريم والريالين في نادي واحد؟ هي عمتي ما فيها شيء، برا غير الريال اللي بغى يرمس وحده يرمسها، ما عندهم غلط ولا عيب. فتشوفينهم ما يشوفون على الحريم. تعرفين يا عمتي أنا لو أخلي حرمتي بين 100 ريال ما أخاف، لأن كل واحد معاه عربيته. الو، هلا فايقة. ليلى انت وين؟ انا في البيت. انزين، انا عرفت من رعاية الرقم. فايقة واللي يرحم والديك قولي لي منو هذه؟ بصراحة ما في شيء يستاهل صحتك وعيالك، خلاص لا ضايقين خلقك. بصراحة رعاية الرقم هي شيماء. منو شيماء؟ شيماء اخت امل، مدرسة الرياضيات اللي عندنا في المدرسة. بابا خيرك؟ قايل اقدر اخسر له؟ ايش قايل؟ مثل ما خربت بيتي بخرب بيته. وهذيك الساعه ما يهمني لا طارق ولا ليخال، بس عرفت ايش قايل. صدقين حبيبتي تحلوين لما تعصبين. لا والله، خوز يديك. والله عاد حبيبتي تراني احبك. مشكور، ما تقصر. ليلى قوليها عاد. طارق بلاك، قوليها. اصلا ما لها حلا اذا ما تطلع من خاطري، ما لها معنى. بلاك اذا شوفيها، ترى كل موضوع كلمه واحده. قوليها احبك. يعني بالله عليك الحين بذمتك اذا قلت احبك خلاص بصير لها معنى؟ صخ عني احسن لك. إذا عاد أنا ما طلبت هالشيء منك غصب يعني؟ وكل العبس والحشر اللي سويتها بعد ما طلبت شيء؟ خلاص ما أبغى شيء. سلامة راسك. بس هذا اللي فالح فيه، ما أبغى شيء. تعال ذاكر حق عيالك شوية. حبك وحبك بك القرادة. مساء الخير حبيبتي. مساء النور. يا سلام يا سلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بلاك يا يني من تحت، ما شاء الله. اللي يشوفك يقول الحين اول مره اشوف شعري. شوف طارق، شعري بيدهن وبصراحه مالي خلق اتسبح مره ثانيه. خلي دهن، ترى عقب شوي بترقدين حبيبتي. بعدين الشعر الحلو هذا حق منو؟ مو بحقي انا؟ لا حقك، بس يا انك تخربه يا انك تزعلي. مو بحاله. لا ايش حق ازعل؟ مو بزعلان خلاص. تلا وين ساير ان شاء الله؟ وين ساير؟ ان شاء
تصير اقرا؟ لا بديتك تبى تقرا انزل الصاله تحت. ايش حقه في الصاله؟ بقرا كلمتين وبرقد. حبيبي انا ما اعرف ارقد بالليت مبطل، تصدق الحين عرفت شو فايده الريال والحرمه في حجرتين. لا 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 حجرتين ولا تزعلي ولا تضاربين، خلاص انا طالع بنزل الصاله. يكون احسن. كلمين منو؟ سمعتني اكلم الاثاث. الاثاث ايش حقه؟ بغير الاثاث شو فيها بعد؟ تعالي اثاث غرفتنا ما في شيء، ايش حقه تغيرينه؟ ومنو قال لك اني انا بغير اثاث الغرفه بذمتك؟ انا بغير الاثاث يعني الاثاث اللي بيبونه حقي انا. هي يعني فراشك بروحك بس؟ هي يا طارق فراشي انا بروحي. بعدين تعال بخبرك، انت بلاك شي صاير قايم ما تفهم بسرعه، استيعابك صاير بطيء يعني بالقطاره. قلت لك فراشي انا بروحي. ادري يا ليلى يعني كذا تاخذين قرار بروحك وما تقولي لي؟ لهالدرجه ما سويت الحساب؟ منو قال لك اني انا ما سويت لك حساب؟ الحين هذا انت عرفت اني انا بغير الفراش، شو صار؟ طارق اللي يسمعك الحين ترمشي يقول اني انا مسافره مهاجره. ليلى شو كنت تسوين لما كنت اسالك في اليوم مليون مره اذا تحبيني ولا لا؟ قولي شو كنت تسوين؟ عيد زواجي عمرك ذكرتي بروحك؟ اكيد لا، بس عرس واحده من ربيعاتك تذكرينه وتحضرينه قبل شهر، صح ولا لا؟ ليلى اذا انا وانت في غرفه واحده انا اتوله عليك واشتاق لك، فما بالك لما فرقتينا الغرفتين. بس خلاص انا تعبت ومليت. السلام عليكم، هذا بيت مفتوح؟ عفوا من يتكلم؟ اختي في ورد نبغي نوصل لكم بس العنوان عندي مش واضح ودافعين حقه. من منو؟ انا ما ادري بس يوصلكم الورد ان شاء الله بتعرفون من عند منو، بس الله يخليك الحين لازم تعطيني عنوان ضروري. بيدخل شكلي فوق، تعال حبيبي نايم. من صدقك انت افتر راسه فر، هذه طلعتنا من الصبح، خلى ودي فراشه ويك الغرفه. انزين بس دخل الحمام قبل. اه شنو دخل الحمام؟ لا يبا ما دخله. زين ايش فيك؟ ليش؟ لا يبا ايش عرفني انا، انت ودي الحمام. بعدين شنو ودي الحمام؟ يبا صبي هذا يروح بروحه، ايش التربيه هذه؟ انزين انزين خلاص ود. لا معادي لما نغيب من الفير، لان الحين اكيد هو الحين نايم في مكان ثاني. ما شاء الله خطك ينن احلى من خطي بعد. نور انت بتجننين، انا ياسه كلمك وانت ياسه تمدحين في خطها. يما تعالي وصلت الاغراض. هذه الجنطه، هذه المكلمة، شوفي بعد في أشياء داخل وايد، كراسة ودفاتر وألوان بعد. مشكورة رضا، مشكورة حبيبتي. يلا يما أنا بستأذن خالد ينطرني. سلمي عليه إن شاء الله.